جديدكم يا فريق البرنامج؟ هو الحقيقة يعني قبل ما أبدأ في قضية الجديد، هذا العام عام مختلف، والسبب نحن مقبلون على يعني نقطة محورية في وطننا اللي هو عام 2020. كلنا كنا ننتظره. نعم، اللي هو التحول الوطني. جميل. والحقيقة ولذلك احنا حرصنا في بوح البنات أن نكون بإذن الله من المساهمين في التحول الوطني لبلادنا من خلال البنات. النماذج اللي طرحت اليوم لا من ناحية الآن صوتك وصل الاتصالين ولا من الأستاذة نماذج عليا، نماذج عليا ومتميزة، والحقيقة يعني فعلا كانت انطلاقة بإذن الله ستكون انطلاقة متميزة لبرنامج بوح البنات. هذه هي النماذج التي نريدها أمثلة. جميل. للبنات. الفقرات التي الفقرات سلمك الله، عندنا مجموعة من الفقرات، في منها اللي هو شوهدت في المواسم السابقة قضية التقرير، استشارة على الهواء، استضافة ضيف. ما جديد الاستشارة على الهواء؟ استشارة على الهواء يفترض أنها تكون كلها في المسار البعيد عن الشكوى، القريب من التحول والتطور داخل الإنسان. نريد أن يبتعد البنات عن قضية الشكوى، لا تشكين، انتهت زمن الشكوى. انشغلي بتطوير نفسك. نعم، ابدأي في قضية التطوير. جميل. أيضا لو أضفتم كذلك أن يكون في كل مرة يعلن عن هاتف استشاري يمكن الاستفادة منه. نعم، هذه بإذن الله ستكون في كل يعني أسبوع بإذن الله نعلن عن هاتف استشاري. الثانية أيضا قضية اللي هو السؤال الأسبوع. أيوة. هي يؤخذ من نفس الحلقة، يعلن في حسابات البرنامج، يتم السحب عليه في الأسبوع الذي يلي. الخامسة تجارب بنات، هذه سابقا كان في شبيه لها قضية اللي هو طرح متاجر ما متاجر. هذه المرة بإذن الله سنسعى إلى الحصول على مشاريع متميزة لبنات بدأت صغيرة ثم كبرت وكان لها اسمها في السوق ولا زالت على مستواها متميزة وتستمر في تميزها ورقيها حيث تعكس تجربة البنات بأنهم يستفيدون منها. جميل. هذه من ناحية تجارب بنات. أنا أستطيع، سابقا كنا نعرض تجارب أصحاب الإعاقات في بعض الحلقات، يعني نخصص لهم بعض الحلقات. هذه المرة ستكون لهم فقرة خاصة حيث أن احنا نعكس نماذج متميزة جدا من أصحاب الإعاقات المختلفة حتى يعكسون تجربتهم للناس ويثبتون أن لهم لمستهم الكبيرة في هذا الوطن بإذن الله. جميل. قارئة البوح، سابقا كنا نطرح الكتاب في البرنامج وندلهم عليه سواء إذا كان في المكتبات أو في متجر بوح أو إذا كان له نسخة إلكترونية. الآن اختلف الوضع، نحن الآن في زمن أن البنت هي التي تسعى لتطوير نفسها وتجتهد على هذا، ولذلك البنات هم سيحرصون أو سيبحثون عن الكتاب المناسب لزميلاتهم لأخواتهم بحيث أنهم في كل حلقة يعرضون لنا كتاب مختلف ويلخصون لنا في دقائق معدودة. بس يريد أيضا البوح يوفر الكتاب بحيث لطلبته أي واحدة من بناتنا يكون جاهز بإذن الله. سنحرص على هذا بإذن الله. طيب. غرسي لأسرتي، سابقا كنا نقول للبنات لابد أن يكون لك أثر في أسرتك دون أن نضعهم في تحدي. الآن في هذا الموسم بإذن الله سيكون هناك تحدي بين البنات وسنضع له رابط للتسجيل من هذا الأسبوع بإذن الله. الفكرة منه اجعلي لك مشروع داخل أسرتك متميز تحرصين فيها على غرس قيمة أو غرس أثر على جميع أفراد أسرتك، سواء لحل مشكلة أو لتطوير مهارة داخل أفراد أسرتك، تنقلينها لأختك، لأخيك، لأمك، يعني لأبيك. تقصد أن جميع أفراد أسرتك، يعني ليس شرط أن جميع أفراد الأسرة يدخلون فيها حتى لو واحد من الأسرة. نعم. أنت قصدك أن خلينا نقول المستهدفون هم داخل الأسرة. نعم. جميل سواء جداً. إذا كان التأثير على بمناسبة عالميا، يعني حتى ستيفن كافي هذا من الأشياء اللي حطها في كتابه الجديد الذي أعقب يعني كتابه الرائع والمشهور اللي هو صفات الأكثر فاعلية، الأشخاص. نعم. الأكثر فاعلية، أيضا قال الأسر الأكثر فاعلية، فوضع منها كن عنصر التغيير في أسرتك، وهذا بإذن الله سنراه جليا في هذه الفقرة بإذن الله. جميل. وكل شهر إن شاء الله سنرشح تحدي 30 يوم، معناها لازم تعطينا يعني الأستاذة التي تدخل معنا أو نعم. فتاتنا لتدخل معنا من أول يوم عشان نحسب لها 30 يوم. نعم. تكون فيها الفترة هذه حددت هدف معين وحققته داخل الأسرة في داخلها، سواء رائع. إذا كان رائع هناك جداً. شغلة هي تجد نفسها سنوات طويلة حسب ما وصلنا سابقا خلال هذه الفترة، مجرد ما أعلننا العنوان
وصلت العديد من الأسئلة، نحن عندنا أهداف لها سنوات ما حققت. في هذه الفقرة نريد أن نتحدى الجميع ونعلن أن سلام. هناك فرصة بنات غيروا جميلة. بس ترى ذكرت لي تحدي 30 ثانية. مرة أنا كنت في السوق مع بنتي، قالت أبغى أسوي يا بابا تحدي 30 ثانية. قلت إيش معنى؟ قالت في تعدي 30 ثانية أخذ اللي أبي من البقالة.